بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزير تجمع عدد من المعلمين النواب، تجمعوا رافضين وضعياتهم المهنية وضعيات عمل يصفونها بالهشة، خاصة مع تواصل تشغيلهم عن طريق التعاقد وعدم خلاص مستحقاتهم منذ أشهر. قروا في ظروف غير عادية ومتكبدين المشاق 3 و4 سنين وفي الأخر يهبطونا لكونكور اللي نحن رافضين منطق لكونكور. نحب نواصلوا في القانون الاستثنائي متاع 2012 اللي هو إدماج جميع المعلمين والنواب، ونطالبوا زيدا بدفع مستحقات هذم المعلمين النواب اللي عادنا عامين ما خلصوناش. المعلمون النواب يطالبون وزارة التربية بتسوية وضعياتهم المهنية وأعطائهم الأولوية في الانتداب دون الالتجاء إلى المناظرات. كنا قد رفضنا في السابق العمل بنظام النيابة في المعلمين، وبما أنه قد أصبح أمرا واقعا فنحن ندعو الوزارة للإسراع بحل هذا المشكل وانتداب كل من حصلت له نيابة عبر مقاييس مضبوطة وواضحة. تحركات جهوية ووطنية ينفذها المعلمون النواب منذ فترة للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية، مطالب قد تتناولها وزارة التربية بالدرس في الأيام القليلة القادمة.